الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ. فيا أحبابنا في الله، كلامنا اليوم عن اسم من أسماء الله، تكلمنا عنه مختصر سابقا، ولكن لابد نعرف شيء أساسي، في قاعدة أساسية للمسلم. هذه القاعدة إذا ما هي فيه لا يفيد أي شيء. الوعد من الله لا يفيد المسلم، لا يتحقق. هو يقول ادعوني استجب لكم، هذا وعد. من يتق الله يجعل له مخرج في المشكلة، هو يجعل له مخرج، وكمان يرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق اللي مدوخ العالم في هذا الزمان، انت مستثنى. لكن انت مين؟ كل من قال لا إله إلا محمد رسول الله لا، كل من عبد الله لا، كل عالم لا، عالم بالشريعة يعني لا، لأنه في علماء يعطون دكتوراه في العقيدة وهم غير مسلمين، يعطي شهادة انتشر دكتوراه عندي في العقيدة، دكتوراه في الفقه المقارن، دكتوراه في كل أقسام الشيء، التفسير، أي شيء. وفي إبليس عالم، ليس كل عالم. نحن نقول لا، في قاعدة أساسية إذا وجدت نفعك علمك، نفعتك عبادتك، نفعك دعائك، حصلت مواعيد الله. انطلق من هنا، تجد الكلام اللي يقال من قال كذا كذا يحصل على كذا، حديث ذكر مثلا، من قرأ سورة كذا يصير كذا، هذا كله لابد من القاعدة هذه الأساسية اللي هي الإيمان بالله، إيمان به. والشيء الثاني قبله، أصلا هو قبله، لا يصح الإيمان بالله إلا أولا الكفر بغير الله. هذه قاعدة أساسية نسيها المسلمون، علماءهم على عبادهم على عوامهم، إلا قلة موجودة. أمر خطير هو، ولكن لابد ندخله في كل كلام نتكلم. لا إله قسمين، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تؤمن بالله فين لا إله؟ فين لا إله؟ لا إله هذه تطلق منك إنه ما في جوفك إله أحد يألهه قلبك. يألهه يعني يحبه ويعظمه، يقدس ويكبره، ما في. تخلى، اخلي قلبك من غير الله. مو لا إله إلا الله كلمة في الكون، لا، فيك 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 في الداخل. اخلي غير الله بالتعظيم، بالحب، ما في. إن كان آباؤكم وأبنائكم وإخوانكم وزوجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها والتجارة تخشون كسادها ومساكن في النظر، أحب. إذا كانت هذه الأشياء أحب لك من الله ورسوله والجهاد، يعني بذل الجهد في الله، بذل الجهد في غير الله موجود. السيارات كل يوم في الصباح شغل رايح جهد لأجل الرزق المضمون، لكن صار يعني مثل العالم 8 مليار مسلم انجرف معهم،
ليس معنى ذلك لا تشغل السيارة وتذهب للعمل، شغل واذهب وتيقن أن الله ليس موقف عليك باب الرزق فقط على هذا، افتح لك أبواب رزق، الرزق عند الله مفتوح، أنت أغلقته بسبب تشبهك بناس غير مؤمنين. لذلك المسلم ضروري يضع القاعدة هذه. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما تسلم القلب ما يسلم، لازم تدخل فيه الإيمان. أنت بإرادتك تقول لا تصدق هذا الكلام، غير الله لا ينفع، أنت ترى ولكن غير الله لا ينفع لا يضر، أنت جهد شخصي. أحب إليكم الله ورسوله وجهاد، هذا هو جهاد في سبيله، مو قتل. القناة متخصصة في شيء، لذلك لا نخوض في أشياء ثانية، ولا بحور من الكذب دخلت في الإسلام. فهذا الاسم ضروري قبله هذه القاعدة، إذا ما في ما كأنك يا أبو زيد غزيت كما يقال، ما كأنك يعني معلومات، أخذنا معلومات اسم الله الأعظم هو تقول كذا كذا. طيب عرفنا اسم الله الأعظم إيش هو لفظه، هذا هو. هل إذا رددت كذا مرة وفعلت كذا وفعلت كذا يطلع نتائج؟ الصحابة ما كانوا يفعلون هذا أول شيء. قرون ال- 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 القرون اللي مزكاه ما كانوا يفعلون هذه الأشياء. بعدين وكتب ألفت اسم الله وأسماء الله. فلذلك إن أردت اسما من أسماء الله لابد القاعدة تكون مضبوطة، لابد تكون أنت رزقك ما تفكر فيه كثير، تذهب للعمل وتأتي ولكن ما هو ناقص رزقك، ما هو محدود غير محدود، من حيث لا يحتسب مفتوحة. الاستغفار فيه رزق، في أبواب مثل الدكان المحل التجاري مثله الاستغفار. اللي عنده القاعدة كما ذكرنا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. من هذا الكاف والميم؟ يمددكم بأموال، كاف والميم من هم؟ فقط المؤمنين من المسلمين، يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. لكن هذا غير موجود، وأنا أردد الاستغفار لأنه في قاعدة، هذا خاص سبيشل، القرآن والمواعيد اللي فيه سبيشل خاصة لفئة من الناس، ليست لكل من أسلم. آمنوا وعملوا، إحنا ماسكين كلمة عملوا وجعلنا فيها كل شيء وكتب وخلاص الناس اعتقدوا في عملوا وأخذوا من عملوا الصالحات، عملوا الصالحات أصلي زكي صوم أذكر اتلو قرآن، مع الآخر عداوة بغضاء، مع الزوج مع الزوجة مع الأولاد فتن مشاكل مع يعني صفر، وهنا فيه 100,000 سبحان الله، 100,000 لا إله إلا الله، يا الله شغالي الناس بالألوف وناس بالمئات على قدرهم يعني، وناس التهجد نفس الشيء يختم القرآن في شهر، وفي واحد يختم القرآن في الصلاة تهجد. قصص مكتوبة في الكتب عجائب. والقاعدة سهلة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. نحن ندعو إلى هذا الشيء يعني، هذا بسيط. قيل عنا أشياء متلتلة خرجت منه، ليش؟ لأنه فهمنا الدين قالب معين، لا تقول شيء جديد، انسخ وتكلم
التكلم يعني لصق. انسخ. قال فلان من 700 800 900 سنة، 1000، قال فلان، والرأي نفسه أنقله خلاص. أيوة هذا الدين، هذا الدين، هذا الدين، هذا الدين، هذا الدين. الدين أنزل لأولئك بس، ونحن ننسخ ونلصق. إذن أنت مشهور وشيخ كبير. فلذلك نحن الآن ندخل في هذا الاسم، نتعرف قليلا وتكلمنا عنه، وإن شاء الله إذا تهيأ الفرصة ربما هو في أو 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 نحن نجعله في قائمة من القوائم. القائمة هذه اسمها حقيقة أفعال الله وأسمائه وصفاته. طبعا الاسم والصفة مستحيل تستفيد منها، لا أنت ولا أثخن عالم في على ظهر الأرض، لأن في سلم سلم سلم. القاعدة قلنا عليها هذه، واحد لو أمي لا يقرأ ولا يكتب ممكن تكون عنده، لا شرط لها، شيء في القلب. خلصنا القاعدة، إذا دخلت في شيء ثاني اسمه أفعال الله، بعدين أسمائه وصفاته. إذا مؤمن إنك أنت فعال مع الله، تجيب وتحط وتضع وترفع وتخفض. وإذا أنت مؤمن أن هؤلاء الكثيرين الناس، سواء أقارب أو شغل أو عمل أو رئيس دولة أو منظمة أو أو أو، هذا كلهم قدرات مستقلة فعالين، لا تفيدك اسماء الله ولا صفاته ولا العلم الغزير. لابد تؤمن بأفعال الله، قبلها تؤمن تكفر بغير الله. غير الله لا ينفع لا يضر. أنت بدأت في دخول ماذا؟ الأفعال. تعرف أفعال الله ليست في الصلاة والعزلة والانفصال بالعبادة عن الاختلاط مع الخلق، لا تأتي المعرفة، هي ليست معلومات. هكذا نحن تعود الناس، أنت تذكر كثير تعلم اسم الله، يلا خذ امسك، ولن يحصل على ذرة من الاسم، لن. لازم تؤمن، يعني تكفر بأن غير الله ينفع يضر. أول شيء هي العروة الوثقى، لا إله إلا الله. ما هي عند كثير من الناس الذين يقولون نحن أهل الذكر والعلم والعبادة، موجود من زمان، انقرضت. إلا في القلة مبثوثين مخفيين، لو جاءك على الباب يطرق الباب، لا قلت اذهب عنا أو أعطيته. سيدنا أبو بكر الصديق ولا سيدنا علي بن أبي طالب، أسمر متين منفوخ البطن، لو جاءك أمام الباب ماذا تقول له؟ خذ مفتاح السيارة، غسل السيارة. هؤلاء يعرفون أفعال الله، يعرفون أسماء الله، يعرفون صفات الله. منهم ذلك الرجل الذي قال أنا آتيك به عرش في دولة أخرى، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا لو جاء عند باب أحدنا ولو عالم، والله يقول له نظف البيت وأعطيك مالا، أو إذا كان لا يريده يقول خذ تفضل في جيبك مالا. نحن عباد المظهر والمال في هذا الزمان، عباد، ليس عباد معناه يعني يسوي طقوس، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بئس عبد الدرهم، بئس عبد الدينار، بئس عبد القطيفة، يعني الملابس. هل يعملها طقوس؟ ما في طقوس. قلبه منشغل بها، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. بئس دعاء من خاتم الأنبياء،
على هؤلاء بئس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. يعني إيش؟ يعني إذا دخلت شوكة، شوكة صغيرة من قوة الدعوة، ولو جاءت شوكة ويحاول يخرجها لا خرجت. هذا عبد غير الله. لازم أول كلمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، شوف العمومية، في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله. هذا تقبل، أيوة صح، غير الله لا ينفع لا يضر. طاغوت يعني إيش؟ مو هو طاغوت الخارجي، هذا الزوجة الابن الأخ الحاكم المحكوم السيارة، ليست هذه الأشياء طاغوت، ولا هي دنيا نشمئز منها، ما في شيء اسمه دنيا. دنيا فيه لكن ما في شيء اسمه اشمئز منها. الدنيا فيها ناس، فيها بشر، فيها أنبياء. الطاغوت طغيان حب وتعظيم قلبك لغير الله مساوي ولا أكثر من الله. أعطيه حجمه الزائل، حبه زائل، أعطيه حب زائل، حب مؤقت، لأنه هو مؤقت، الحياة هذه مؤقتة. جسمك حبه مؤقت لأنه لا يبقى معك بعد الموت، أنت موجود. فإذا أعطيها حجمها، والباقي أعطيه لا محدود. هذه أساس اللي أخذ الكورس وجمعنا فيه كيف الطريقة، كيف الأسلوب، من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الأعمال اللي تعملها أنت أصلا تعملها، لكن أدخلناك على حقيقتها مو على الشكل. في أسد حقيقي، غزال حقيقي، وفي أسد بلاستيك، في غزال بلاستيك. نحن نمسكك الحقيقة بالكورس، يعني شيء معجز. 25 فيديو، ركز، جعل، صب عليها اهتمامك واستخرج ما فيها من كنوز. عندك شك لا بأس، موجود، موجود، مفتوح الباب، أقرب إليك من حبل الوريد. ما لك ومال هذا الشخص وذاك 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 لا تجعل الحق علينا ملتبس فنظل. الآن هذا زمان الالتباس، فلمن تلجأ؟ ها؟ الجأ إليه. اللهم إن كان هذا حق فنور بصيرتي واشرح صدري ويسر أمري، وإن كان باطل اصرفني عنه. أي قناة، أي مرشد، أي مجموعة، قل هكذا، الجأ إلى الله. ملحدين لجأوا إلى الله ما يعرفون إيش اسمه، إيش كلمة محمد وإيش كلمة قرآن، مرة معزول معلوماتيا عن هذه الأشياء، ومعزول مجتمعيا عن أي واحد مؤمن، كله ملحد حوله. لكن وصلت الحناجر، عنده طلب وعايش من المجتمع، يقول له هكذا، يقول له كذا. يا جماعة هذا كله غلط. هذا بكى وتوجه، يا خالق الكون، ما يعرف اسمه حتى، يا خالق الكون، إن كنت خلقتني لهدف عرفني هذا الهدف. هو اسمه الهادي، متى ما وجد الطالب للهداية يعطيه. أما على العادات ماشيين، وجدنا آباءنا ونحن وراهم، لا، هذا لا يفيد. خرجنا الموضوع، بس هذا أساسي، أساسي ومجهول، أيضا مجهول، الذي يعطى معلومات غلط، لأن الأساس المنبع، يقولون لك المنبع الله ورسوله،
لكن المنبع المأخوذ منه هذا، هذا اللي قدامك الآن في العصر الحديث، نسخة نسخة مجموعة ولا ألف نفر، نسخة من أكثر من ألف سنة، تنسخ تلصق تنسخ تلصق تنسخ تلصق تنسخ تلصق. خرجت ها ماذا هذا، شيء غريب. حتى وصلت المسألة للشعر وللقماش، خرجنا من الملة أناس كثير بسبب القماش. فيا أحبابنا في الله، نحن أمام، بعد ما تكون ثبت القاعدة أهلا وسهلا بك، ما ضبطتها خذ معلومات امشي، خزن 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 المعلومات سهلة. إبليس أخذها قبلنا، ذهب إلى يعني عاصر سيدنا موسى وعاصر سيدنا عيسى وعاصر قبلهم سيدنا إبراهيم وعاصر زكريا ويوسف، وشاف المشاكل اللي صايرة في العالم ويعقوب، وعاصر من عهد آدم قبل أن يهبط الأرض هو موجود، وقال لا أقعدن لهم صراطا، فبعزتك لا أغوين أجمعين. أنظرني إلى يوم الوقت، بس أنا طلب واحد، خليني أنا ولا تسمع لك شغل بالباقي. فهو حفظ ما يقال، وشاهد أصحاب الأنبياء، أصحاب الأنبياء وشاهد الأنبياء وشاهد ماذا يعني انتصروا، كل مرة انتصروا جيش فرعون وانتصر عليه هذا الرجل بعصا ومعه أخوه ومعه كم نفر يقدر عليهم الشيطان، وفعلا ودوخهم بعد ما خرجوا وشافوا الآيات، قال لهم يلا حطوا لكم صنم زي الناس ذو، شوف الناس صايرة، قولوا هذا ربنا وتوكلوا على الله. لكن هو وأخوه ما استطاع عليه، اثنين مقابل جيوش دمرهم، مقابل سحرة غلبهم. بماذا؟ اكفروا بالطاغوت وآمنوا بالله. موجود خوف من فرعون تحت الأقدام. أنت أيها المؤمن، موجود خوف من الفيروس هو يغزوك. يا ربنا قال سخر لكم، إذن أنت كن به قوياً، به أنت صفر لا شيء، هو القوي. إذا كان واحد اشتغل عند الملك وزير أو مستشار أو أي بس له علاقة هناك، لو يعمل القهوة عنده قدرات غير قبل، لا يعمل القهوة ولا يكون وزير، لقربه من فلان، لقربك من الأقرب إليك من حبل الوريد، إيش يكون الحال؟ لو أقسم على الله لا أبره، وربنا وعد من عنده هكذا، وعد وعد وعد، يجعل لك مخرجا ويرزقه من حيث لا تحتسب، ولا خوف عليك، تجد الأمان وعدم الأحزان، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هو هذا وعد من الله. وجدت الخوف والحزن، وجدت عدم الأمان، وجدت الرعب، وجدت من إنسان بجوارك متسلط عليك، واحد بشر عادي يعني، وعندك الرعب في الداخل، خلاص اقرأ القرآن لا يفيدك، لأنه مو لك، لازم تؤمن به وتكفر بهذا. اكفر بالسحر وآمن بالله، لا تقرأ ولا المعوذات، شوف شو يحصل، لن يؤثر فيك أحد، لأنك لا تخشاه، تخشى الله، هو يخشاك. وإذا قرأت فقط قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، دقيقتين خلصناها صباحا ومساء، لن يضرك شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم، كم ثانية تقولها في الصباح؟ لا يضرك شيء حتى المساء. تقولها في المساء؟ لا يضرك شيء حتى الصباح. من أنت الذي تقولها؟ اللي عمل القاعدة الأساسية، اللي ما عنده حب ولا تعظيم لغير الله. يأتي هذا الفيروس لا يضره، يأتي المتجبر اللي عنده نووي لا يضره،
وأنتم تعرفون الزلازل صارت وخرج منها أناس عشان يورينا. لا، ينظروا للسلبي، دمر وربنا ودمر. شوف إن شاء الله 10,000 هلكوا، وفي 10 كيف خرجوا هذا؟ كيف؟ لا يفكرون في هذا إلا القليل يعني، أما الباقي كله يقول لك شوف. طيب ندخل خلاص، كفي المقدمة ولا نزيد نكرر؟ لأنه ما تقرر. التكرار يعلم الشطار. طيب ندخل في الموضوع. هذا الاسم باختصار يعني، ما بخلي آخر حلقة ومزعجين، لا، خذه من البداية. في قاعدة عندك فهمته، ما في قاعدة افهمه وروح للقاعدة أسسها، وبعد ذلك تمتع بحياة لا خوف فيها ولا حزن ولا مشاكل، يجعل لهم مخرجا. يعني إذا جاك أي شيء تخرج منه، لازم هو يجعل هو متوكل بهذا الأمر. رب العالمين الأقرب منك حبل الوريد وشايفك، ليس بسرعة، هو بسرعة، لكن أنت ليس بسرعة تجد هذه الثمرات. ابذر البذور وأسقها واستمر حتى تخرج برا. أنت بذرتك في خلال ساعات، في خلال يوم، هذا بذرته اللي حطها نخلة، حطها يبغى لها سنوات. هذا بذرته شعير، هذا بذرته كذا. كل واحد مختلف، ما هو ربنا خلقك كذا. بذرة المانجا هذه ما تجي إلا بعد كم سنين. أنت تقبل برمجة رب العالمين، يقول لك كذا، قل تمام، أو تقبل المخزون عندك، قل لا، عاداتنا لا تسمح، شيوخنا الفلانيين لا يسمحون، قال الله، قال هم يفهمون، أنا ما أفهم، سكت، خليك ورا، روبوت، عبد لهم، تابع لهم، عابد لهم. إيش معنى عابد هنا؟ مرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده عدي ابن حاتم الطائي الكريم المعروف، ابنه في النصرانية وأسلم، ونزل قرآن، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله، الكلام عن النصارى، قال رسول الله ما كنا نعبدهم. شوف العبادة إيش هي. قال أوليسوا يحرمون، في أشخاص غير معصومين، أنت مسميهم معصومين، أليسوا يحرمون ما أحل الله فتطيعونهم ويحلون ما حرم الله فتطيعونهم؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم. طبعا ما بيقول لك هذا حرام لا تمسك، لا، هذا بناء على كذا وبناء، يخبط لك في الأخير يقول لك حرام، ممنوع، الخرقة هذه تلبسها حرام ممنوع، وهذا يقول لك الشعر هذه تقصها حرام ممنوع، وهذا يقول لك كذا. ليش؟ بناء. وربنا قال فصل لكم، كلمة لكم المخاطب مين؟ أنت. أمي لا تقرأ ولا تكتب، أنت. فصل لكم ما حرم عليكم، حطينا فوق اللي فصل، هو أضرب في 100 ضعف. ما بندخل في هذا، بس تعبانين مسلمين، تعبانين، لأنه كل واحد متوليهم من جهة. خذ من المنبع واعرف ما هو المنبع، نصحك من يدلك على المنبع، نصحك من يفكك لك أسرار المنبع. وش بشي قد تكون أعلى من هذا اللي يدلك، مفتوح لك، اذهب أفرح يعني. طيب خلونا في اسم الله. فهذا الاسم هو الوه،
الوهاب، اسم المستحيلات، قلب المستحيلات، جذب المستحيلات. أنت تبغى مجذب كما يقولون، هنا جذب، بس ما تكون أنت مستحق. جذب عكس الاستحقاق، تقول أنا مستحق، ما يجيك شيء من الدين ولا وعد من وعود الله. حاجب. هم يقولون قل أنا مستحق للسيارة، مستحق للوظيفة فهي ستأتي، وكرش كبير كذا. عندنا في الإسلام افتقار، افتقار له. وعندنا في الإسلام الوهب، ما عندي شيء، ما أستحق شيء، هب لي من لدنك رحمة، هب لي، مو علشان عندي طاعات أنت تهب لي، لا ما عندي، ما صفر، هب لي يهبك، أنت مستحق. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ماني مستحق. خرج سيدنا سليمان، خرج من فتنة، ألقينا على كرسيه جسدا فأناب وقال ربي. شوف، ف يعني بعد الفتنة هذه عرف أنه أنا فتنة، صرف، هذا عندنا نحن، لكن هناك صرف إليه، تاب إليه، تاب من إلى، دائما خلي إلى موجودة. فقال فأناب، فقال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ما في دوبي خارج فتنة، أنا تعبان صفر، لكن أريد تعطيني، أنا ما في شيء، ما في استحقاق، ما في عندي شيء، يعني رصيد علشان تقول أيوة هذا من يستحق كذا، ما في، هات من عندك عطاء هبة، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. ربنا لما وهبه قال له خلاص تفضل. هذا معنى وهاب. وهاب ليس كلمة ترددها، حالة تكون فيها، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ليس كلمة ترددها، لأن ربنا قال بعدها وكذلك ننجي المؤمنين. أنت ما تنجو بالترداد، ما تنجو، يضحكون عليك، قنوات مشهورة، كيف تخرج من كذا، افعل كذا وقل كذا، هذه التجارة لكثرة ناس يأتون، وترغيب انه ما عرفت، ما فهمت، ما فهمت، اذا في كورس، فلوس ادفع 200 500 الف. فنحن الان سوف نقرا شيء، فلا بد يكون عندك يعني هذا القاعده اول شيء، بعدين ناتي لهذا الاشياء. هذا المستحيل يوم لي ملك الله ينبغي لأحد من بعدي، وخارج من مصيبة يقول له ربي اغفر لي وهب لي ملك الله ينبغي. الباب مفتوح للطلب، مفتوح، مهو لفظيا، مفتوح داخليا، أنا خلاص معك، ما في عندي شيء، صفر، هب لي ملك الله ينبغي لأحد. أهل الكهف، ربنا آتنا من لدنك، من لدنك، هذا برضو مثل هب لي، يعني ما في عندي، مو لفظ ردد ربي هب لي من لدنك رحمة، لفظ لا ينفع، الببغاء يقول هذا الكلام، يقول إني جائع، إني جائع، لأن علمته إني جائع، قال إني جائع، إني جائع، إني عطشان، إني أي شيء، خذ طعام، لا يريد، شبعان، لماذا تقول بس كذا؟ حالة، لا إله إلا أنت سبحانك إنك من الظالمين، القول يدل على حالة في الداخل، الحالة إذا موجودة القول لا يفيد. ربنا قال وكذلك ننجي المؤمنين، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني من الظالمين، وكذلك ننجي المؤمنين، وقال أيضا في آية أخرى فلولا أنه يونس
أنه كان من المسبحين للبث في بطنه. لو كان غير ليس من المسبحين وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، لكن كان عنده حالة التسبيح، عنده القاعدة. طيب، فنحن الآن سوف نقرأ شيئا قليلا لا نطيل، ولو كثيرا كويس مدام قرآن. ما هذا الشيء؟ طيب، لا بأس نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هب لنا من لدنك، أعطينا هبة من عندك. ما في الداخل عندنا، ليش كلمة من لدنك؟ يعني في الداخل ما نستحق شيء، من عندك عطاء من عندك كامل. هب يعني أعطي بدون مقابل. إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. الوهاب يعني من صفات الله، يهب بدون ما ينظر لي ما أنت تعطي ولا أنت تفعل الشروط الفلانية، لا شروط، بس لمن يطلب. ليس الله كمان تارك الحبل على الغارب يطلب ما يطلب، أنا أعطيه فقط. وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب يعني ما في استحقاق، ما في إمكانية، عنده يعني مشاكل هو وزوجته. وهب لما يهب يضبط الوضع، يضبط الرحم عند المرأة ويضبط ما عند الرجل، ويضبط لابد يكون شيء ولادة. استغفر ربكم وكان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، أيضا من هذا الباب. ما في مطر، ما في مال، هو يتصرف. إذا ما عندك يقين على أنه الأسباب موجودة غير موجودة، إذا غير موجودة لا يمكن وصعب وكيف، ويمكن أنا عندي ذنوب عندي معاصي، ويمكن بس للأنبياء، هذه الأشياء إذا تخطر ما أنت مظبط القاعدة. ما في كفر بغير الله، تأتي لحاجتك فقط تقول يلا أنا أضبط كفر بطاغوت وكل شيء علشان كذا كذا، لا، علشان الخلود الأبدي في النعيم ومقابلة ومعرفة الله. هناك ننظر أين ربنا الذي خلقنا، نريد أن نراه، نريد أن نكون مع الرسول والأنبياء. هذه الإرادات والأولويات لازم تكون موجودة في ذهن المؤمن، وإن لم يحصل شيء في الدنيا ولا الطلب يجاب، لا يهمهم، في الآخر يجعلونهم. لما تعدي من هذه المنطقة ويختم توقيع أن هذا فعلا لا يريد شيئا إلا الله والدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، هذا لا يريد إلا الله والدار الآخرة، تجاوز الكبري خلاص، تصرف عندك كن فيكون، هدية من الله. سخر لكم ما في السماوات والأرض، شيء مرعب يعني، لكن نسأل الله يوفقنا. وقال أيضا نفسه سيدنا إبراهيم، وقال الحمد لله، قال الله تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، وهب لي على الكبر إسماعيل
وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، أنا دعوته أن يهب لي وهب. ما يقول أنا عندي زوجة جديدة وأنا شاب أهب لنا، يعطيها من باب يعني، لا ما في إنتاج. جاء بلغت عاقر وبلغت من الكبر يأس، يعني بلغت اليأس من قبل الآن، الآن خلاص تعودوا على أنه ما في شيء غير، وهو نفس الشيء. وهب لي على الكبر وهب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فتناه رجع، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هب لي، أنا ما مستحق، أنا رسبت الآن طالع من الرسوب، أعطينا. شوف كيف هذا وهاب. لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، هب لي إنك أنت الوهاب، خلي ما يصير عندي كله بلاوي. نبي يقول كذا، وليش يقص القصة؟ خلاص صارت بينهم، لكن يبص يقول أنت مهما يجيك تنفتن، تصير لك مشاكل، ترسب، قول أعطيني. هو يطلب منك تقول أعطيني، والناس لا تذهب إليه، هذه مصيبة كبرى. لا تذهب إليه تعطيه الألفاظ، ويقول لك إن كان أبوك وزوجتك وأخوك وعشيرتك وقبيلتك وبيتك وحب إليك مني، لا هداية. فسخرنا له الريح، بعد الدعاء انك انت الوهاب، ف يعني الجواب فوري وعالي المستوى. فسخرنا له الذي يدوب فتن، فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين. سخرنا له كمان الشياطين، كل بناء وغواص، تعالوا بنائين غواصين تحت أمر هذا الرجل، وآخرين مقرنين في الأصفاد، يعني اللي ما يجي عنده يعني إمكانيات في خدمة هذا الرجل، كتف. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، يعني ما راح نحاسبك، خلاص وهبت. إيش معنى الهبة؟ أعطيت عطية ما تقول له إيش سويت فيها، ماذا عملت، أعطيتك سيارة، هل أخربتها، هل أفسدتها؟ فمن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا كمان، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. أيوب اللي مرض ما كان يدعو ويتضرع، لا كان صابر محتسب يرجو من وراء هذا الشيء المؤقت في دار الدنيا إلى خير كثير عند الله. لو يعرف هو دواء لا يطلبه، ولو يقال له خذ الدواء الفلان يقول لا. في ناس يقول نحن مثل أيوب نصبر، لا يا أخويا، ما يصبر جازع ساخط ويطلب ولا يجاب، لا هو مستانس. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان وبنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له، تجي الهبة مناسبة، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. أنت هو وهي إذا أولو الألباب، هذه ذكرى لكم، سوي مثلهم. هنا تأتي الكرامات.
هنا تأتي الكرامات إذا القاعدة سليمة وإنت لا شيء. مهما يحصل عندي قدرات هائلة عند الله. هذا ليس لفظي وليس معلومات، لا، الله يرى هذا الشيء موجود يرفعك، يقول لك خذ امسك. قريب أكثر، يعني قريب من الملك في حارس بواب عند الباب، وفي وزير، وفي أبنائه، وفي مستشارين، وفي خدمة في الداخل غير الخدمة التي في الخارج، فرق. وفي مواطن تبع الملك يشتغل هناك ضايع ما حد يدري عنه، لكن له شيء من الموجود، من المدام تحت، من الرعية. فهي درجات، درجات. أنت مو الله يصنفك يقول لك تعال هنا تعال هنا، أنت تصل إلى ماذا مفتوح لك الباب. اقترب، اسجد واقترب، اخضع اخضع واقترب، اخضع له لا تخضع لغيره، واقترب منه لا تقترب من غيره. هذا ما لا يعلم. والذين يعلمون يخافون. رب رزقكم واحد ما يخاف. تأتي من هذا الباب، يعني كيف أن المؤمن الفطري الضعيف اللي له علاقة قوية مع الله ولكن مع غير الله. انظر المحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. واحد يغيظ ويكظم، ضعيف أهبل عند الله مؤمن. هؤلاء المحسنين، ليس المحسنين الذين يتعبدون أكثر، المحسنون الذين يكظم الغيظ على الناس لا يتنمر، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. تريد علامات في العبادة؟ تجد كل ما هب ودب يعبد. تريد علامات في العلم؟ موجودين. لكن علامات في الأخلاق والمعاملات والمعاشرات، وأنه لا يسب الناس ويشتم الناس لأجل أنه غلطوا في حق الله. السب والشتم تدري دليل على ماذا؟ أنه غلط في حقي. أنا مذهبي هكذا. انتصار للنفس، انتصار لله، هو غفور رحيم، هو غفور، غفور رحيم. ليش؟ للطائعين، غفور بالضعفاء الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، هؤلاء أحبابه، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أنت تشوف لا ترى هذا، ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا، هذا السري ما تعرفه بينه وبين الله. أنت ترى فاحشة وظلموا أنفسهم وتحقرهم لأجلها. الفاحشة مثلا، من ضمن الفاحشة أن امرأة لا تغطي وجهها، لا تغطي شعرها، هذه فاحشة مرة كبيرة. في باب اسمه التواب، إن الله يحب التوابين، لعلها محبوبة عند الله، نادمة منكسرة تريد. أنت عندك قوة واستطعت ومجتمعك يساعد، هذاك مجتمع ما يساعد، مجتمع يساعد، لكن اضطرت لعمل، لابد هكذا، وإلا تأكل أنت تدفع لها إيجار، أرمل عندها أولاد. فالذي قريب من الله يعذر الناس، يعرف في غفران، في رحمة، في ستر. في واحدة مومس كانت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا يذكر تلك القصة؟ من أمة واحد ثاني من الأنبياء، كيف بمن أبعث رحمة للعالمين؟ يقول تلك المومس كانت تفعل وتفعل، ولا ومرت مرة من المرات وكادت تهلك، تعطشت، فجاءت وجدت بئرا فدخلت، نزلت الماء بعيد، نزلت تحت وشربت حتى ارتوت، ارتاحت، أنقذها الله، أنقذت نفسها. فخرجت فوجدت كلبا يلحس الثرى من شدة العطش، لا يستطيع مسكين أن ينزل، فقالت قد أصابه
كما أصابني من العطش. نزلت البئر ويعني ملأت خفها وطلعت فوق وأملته له حتى شرب وارتوى. غفر الله لها وأدخلها الجنة. ألا يغفر لهذه المسلمة قد تتهجد، قد تكون متصدقة، قد تكون يعني تطعم أمها في البيت وبارة بها أو أولادها وصغارها تسعى عليهم، ولكن مبتلى بهذا هذا عندها خطأ. دعه دعها. لذلك الذي يحامي المذهب لا يرضى بالنقص، والذي يحامي لله لا، لابد كل ما اقتربت من رسول الله حبا، لا نتكلم عن شيء ثاني، حبا وتقديرا لرسول الله، ها كلما زاد الإيمان، زاد الإيمان زادت الرحمة، لابد تكون أرحم. فنحن نخرج من الموضوع، ولكن يعني أمامي قصة هنا ربما لها علاقة، يعني كيف أن العالم متشابك مع بعض. سخر لكم ما في السماوات والأرض، يعني متشابك معك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، متشابك معك هذا السحاب والسماء والنجوم والشجر والمطر والبر والبحر. مرة واحد صحابي، واحد رجل يحكي لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نقرأها من نص الحديث ونختم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، قال له سلفني 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم. لا مانع أعطيك. قال كفى بالله شهيدا، مؤمنين الاثنين. قال فأتني بالكفيل، الله شهيد، شايف يعني شايفنا خلاص، كفيل إذا ما جيت هو يدفع. قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت. شوف المؤمن قال صدقت. طبعا ليس في هذا الزمان تستهبل تقول أيوة صدقت، الله يقول لك كلام فاضي من جوا. أنت إذا مؤمن ومسكت القاعدة مضبوطة الأساسية تفهم هذا كذب ولا صادق. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يضحك عليه. نتكلم هنا عن الناس اللي وصلوا الإيمان. قال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، يعني الوقت الفلاني تدفع لي، بعد 6 شهور 4 شهور شهر سنة ما نعرف، المهم في أجل مسمى، يعني مسمى إيش؟ مذكور أنه ترى الوقت الفلاني ترجع لي. شفوي طبعا، خلاص الله شهيد والله كفيل، الكفيل والشهداء خلاص خلصنا منهم. شيء عجب عجب عجب، الإيمان عجب، ومعرفة العالم عجب. فخرج في البحر، يعني في بحر بينهم، فقضى حاجته اللي أخذها 1000 دينار ذي، سنع بها شغله، خلص لها شغله، فخرج في البحر فقضى. ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، يبحث عن مركب يوصل لتلك المنطقة التي في الطرف الآخر حتى يوصل، حتى يرجع في نفس الموعد. فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم رجع زجج موضعها، يعني فتح فتحة في خشبة ودخل الفلوس ودخل ورقة لصاحب الرسالة وقفل عليها. فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال أهبل.
فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فراضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فراضي بك، وإني جهدت يعني تعبت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها وإني أستودعكها وإني أستودعكها فرما بها في البحر حتى ولجت فيه راحت. ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا، برضو يعني يبغى يعني يشوف في مركب ما في مركب، أرسل الرسالة هذه وخلاص في البحر ويدور مركب يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر، يعني هذا الموعد بيجي من السفر، جالس على البحر، سفينة تأتي يأتي معها الناس ينزلون ليس هو منهم، ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار، بعدين يعني جاء أتى بال1000 دينار، فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لأبي لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، قبل هذا المركب يعني. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئتك فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. البحر يفهم هذه لفلان، الله الكفيل، الله الشهيد، كفيل وشهيد رب العالمين، وهذا مسخر لرب العالمين، وهذا سجد وساجد لرب العالمين، لا تظنه غير ساجد لله، يسجد شغال في السجود كل العالم اللي انت شايفه ده، بحر بر شجر فراشة تجري هكذا ما تدري هي ساجدة، طير هو ساجد، انت تعرف السجود ايش؟ لأنك غير ساجد لا تعرف السجود، أن تضع جبينك في التراب أو في السجادة اللي من الحرير لا يهم، هذا ليس سجود، ليس سجود لله، هذا الشكل الذي يدل على شيء في الداخل، أنا ساجد لك، أنت ربي، بسم الله، بعدين أول ما تقع تقول الله أكبر، ها؟ سبحان ربي الأعلى، هكذا أنت ساجد، ليس وقت السجود، أنت ساجد وأنت تذهب أكرمكم الله للخلاء، أنت تذهب للسوق، لا تلهيهم تجارة ولا بيع، عن السجود، عن ذكر الله وإقام الصلاة، مو معنى يترك البيع ويروح يصلي، لا، مقامة الصلاة على طول في اتصال دائم، لأنه كفر بغير الله، فلذلك ما في اتصال، ما في حب، تعظيم، انشغال له بهذا، لا تلهيهم تجارة ولا بيع، الاتصال دائم. فهذا ساجد، أنا يا ربي هكذا، فاهم إيش تقول وإيش تعمل وإيش تنوي وماذا تفعل، فاهم، فلازم تقع في ذلك المكان. الهوى نحن نشوف عبثي، نحن نرى مو عبثي، لكن نرى أن الهوى يمشي هكذا ولا هكذا، ممكن أرميها هنا وترجع، ترجع موج شديد وترجع إلى نفس الساحل، ليس تعبر أمواج وأشياء إلى مكان آخر. الكون يعرف، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أنت تعمل ما تدري، ولكن هو كله يؤثر. فلذلك أحبابنا في الله، يعني خرجنا الموضوع، ولكن الموضوع هو الوهاب
يهبك متى؟ متى يهبك الواهب؟ إذا أنا مثلا ذهبت إلى شخص، لا يوجد كأس هنا ولا يوجد شيء، إذا ذهبت إلى شخص هذا شيء، شيء ذهبت إلى شخص، إلى شخص قلت له عندي كذا 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 كذا، أعطيني هات، هذا كله موجود وأنا أريد هذا، أريد تعبئ لي الكأس، ثلاثة أرباع موجود. طيب أنت ما الآن كيف أخذ؟ أول فضل قل ليس عندي شيء، هب لي، صب ماء، ليس عندي لا عبادات ولا أعمال صالحة ولا شيء، عندي قشور هوى تضرني ولا تنفعني، هب لي من لدنك رحمة، من لدنك كذا، تفرغ نفسك بعد ما يكون موجود عندك كمان، تقول هذا لا شيء، ربي إني لما أنزلت إلي فقير. مثلا أنا أصلي كثير، أتصدق كثير، أذكر كثير، لماذا؟ لأني فقير، مو أقول أنا خير منه، أنا لا، أنت ربنا يمكن بكرمك ما نعرف الأشياء دي، أنا محتاج، لذلك أنا أعمل على نفسي كثير، أخذ أخذ أخذ. الآخر لا حكم، هذا المؤمن، ما تتكلم عن المؤمن، ما تتكلم عن أي واحد، لا، المؤمن هذا طبعه، أنا لا شيء، يعمل كثير وهو يستغفر كثير أكثر من المذنب. فما يكون عند الإنسان المؤمن الحكم، الحكم مؤذي، مؤذي جدا، لما تحكم على الإنسان أنه ضال لأجل شكل، لأجل كلمة أنت تستغرق. الآن يأتي الفيديو حقك، أنت شغال في حالك لله، يأخذ منك جزء ويقول هذا، يقول هكذا أحكم، ليش؟ عنده أهداف أخرى، هذا ضار به في الحياة الدنيا، ضار به، ما لك ومال الناس، حتى لو واحد ساحر كبير، انت خليك في شغلك. لماذا يأتوا الناس؟ من عنده جوهر على القرآن، حافظ القرآن، ويذهب إلى ذلك الساحر، هو يستحق ما جاء، ليس ذلك الساحر هو الشرير، لا، هذا الذي عنده جوهرة ويرميها ويذهب إلى ذلك الساحر، دعهم يذهبون، عندك قدرة حاكم هذا شيء آخر، لكن أنت إنسان عادي بسيط، أو أنك تفتح قناة أو في القنوات التلفزيونية وتسب هذا وتشتم هذا وتقول هذا خارج، هذا بعيد، هذا ضال، هذا مضل، هؤلاء في خطر كبير. دين دين حب ليس مظهر. أيوة تقريبا خلصنا كل شيء. إيش نقول؟ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله إذا استطعنا نضع، وتذكرنا نضع من يريد يتوسع في أسماء الله وصفاته، وقبل ذلك يكون يعرف أفعال الله، لا يقول مثلا كيف يعني أنا ضربت فلان، هذا ليس ثقافية تتعلمها وقول هذا فعل الله، هو قال لك أنا الرزاق، كيف من السماء؟ لا، تذهب للشغل ويأتيك الرزق، قل وتيقن إن الله الذي رزقك. لو قال لك بعد شهر شهرين ثلاثة أو عشر سنين قال لك أخرج لا نريدك في هذا العمل، فصلناك، مبتسم، هل أنت كذلك؟ أنت تتيقن هذه أفعال الله، هو المعطي وهو المانع بالأسباب،
هو المعطي وهو المانع من خلالك. أنت قلت لهذا روح لا أعطيك، قلت لهذا أعطيك، قتلت فلان، هو المميت. مو يعني ما تتحاسب، لا، الحساب على نيتك، إيش فعلت أنت، ليش قتلتهم. سؤال، لماذا؟ هذا السر عند الله، لا يقول لفعلك شيء. الشيطان ما سجد، ما عذبه كما يقال في الكتب، لأنه لم يسجد لآدم أسجد عظيم، أنت ما سجدت أنا جهنم، لا، قال له لما لم تسجد، ما منعك أن تسجد. سؤال، ما في عذاب، ما في طرد إلى يوم الدين، ما في أي شيء ما صار. قال أنا خير منه، إذن أنت برا. قال لآدم، لماذا ألم أنهك عن تلك أنها لهاكما عن تلكما الشجرة؟ سؤال، ما في عذاب، ما في، أهبطوا كل ما فيه. نفس الشيء لأي فعل أنت تفعله في سؤال. هذا شفته فعل شر، تقول الله يدمر هذا؟ ما دمره، الحياة أبدية، هناك ما تدري ماذا حصل لهذا الميت. ثم هذا يحاسب، تعال أنت قتلت فلان، دخلوا السجن، دخلوا كذا، قانون يمشي عليه. هناك ما هذه حياته الذي خرج، ولو مظلوم دخل هناك مظلوم، ما هي حياته؟ الفصل عند الله يوم القيامة، الفصل عند الله بعد الموت، الفصل عند الله في الحياة الدنيا، ما ندري، هذا شغل الله. لا تقول لماذا أنا مظلوم في الكرب، في الكرب اللي عندك حاجة علاقتك مع الله. فهنا نضع نحن الرابط إن شاء الله إلى أفعال الله وأسماء وصفات. ابدأ في أفعال الله، وقبلها ابدأ في الكورس، نواحي فيك، من أنت، هذه أساسية جدا جدا، أن تعرف من أنت. اعرف الصنعة تعرف الصانع، جهلت الصنعة الكبرى في هذا الكون، كرمنا بني آدم، أنت ليش كرمني؟ مثلي مثل فلان، مثلي مثل لا، ما أنت مثل المخلوقات الأخرى، أنت مكرم وهي مسخر. فرق بين مسخر، أنت عكستها، قلت إيش؟ أنا محتاج لهذا يسعدني، أنا محتاج للسيارة تسعدني، محتاج للمال. إله العصر هذا المال، لا يمكن يحصل شيء بدون المال، هذا قانون متداول بثمانية مليار، وهو قانون خاطئ. وإن رأيناه، رأيناه لأننا متيقنين، فقال ربنا خذوا بالمال تصلح، ما في المال مع السلامة. دولة عندها مال هي عظيمة، دولة ما عندها مال هي تعبانة. إنسان عنده مال هو عظيم، إنسان ما عنده مال هو تعبان، هذا قانونكم تمشي عليكم. لكن في ناس مستثنون، يمددكم بأموال باستغفار، بأموال يرزق من حيث لا يحتسب، عنده إيمان فيه. أخرج من البعد الأرضي وقوانينه، تأتي عليك قوانين البعد الرباني، الناس القريبة من ربها عز وجل. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وسلم.